38.5% ونسبة الاستقطاب 103% تقريبا. احنا من حديث 14 جون في 2011 اليوم العاصمة دخلوا لها 1,200,000 معناها حبيت نقول لك والتفاوت الاجتماعي كبير حجغر التضخم ما يحسوش الإنسان اللي مدخوله به كما الإنسان اللي مدخوله متوسط. بطبيعة الحال هذا ما نحكيوش راه تبقى متوسطة في تونس خاطر تقريبا تبقى اندثرت تماما نجم نقولوا. تفضل باختصار توضيح لنا كلمة بركة. هو في التضخم حكيت على الميناج العائلات راهو تضخم يمس حتى المؤسسات. والتضخم كما يصير عند العائلة التونسية يصير عند مؤسسة، وإذا كان يصير عند مؤسسة ينقص من القدرة التنافسية نتاعها. لأنه ليزانترون اللي يحطهم المواد اللي يحطهم باش ينتج بهم يزيد الكلفة نتاعهم، وهذا يزيد من العوامل اللي كان يزيدوا عليها.